في شوط ثاني فتحت البوابات، انطلقت الجياد والأفراس المستوردة عمر 3 سنوات، فأكثر مفتوح لجميع الدرجات في شوطنا الثاني من علامة 1600 متر. التقدم لبليفلو في المقدمة مع محاولات من يسود الآن للتقدم في هذه اللحظة، التنافس المثير على جائزة إبراهيم بن عبد الرحمن بن حيذيف رحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثرى في شوطنا الثاني من علامة 1600 متر. ولا زال بلي فيلو في المقدمة في هذه اللحظات مع محاولات مستمرة للبقية للحاق والتنافس. أشاهد سوايز في هذه اللحظة مع محاولات مستمرة كذلك من ديب ساوث في هذه اللحظة للتقدم واللحاق بالمركز الأول الذي يحافظ عليه بلي فيلو في المقدمة بقيادة نايف العنزي في هذه اللحظات مع الاقتراب من المنعطف الأخير في شوطنا الثاني. التنافس على شد، تقدم التأخر، المحاولات من البقية بقية الجياد، التنافس في هذه اللحظة، التقدم لديب ساوث الآن والمركز الأول لبيلي فيلو في هذه اللحظة، القادم من إيرلندا في مقدمة الجياد المستوردة في شوطنا الثاني ما شاء الله تبارك الله بقيادة نايف العنزي في هذه اللحظة مع محاولات من الخارج لبوكس فيز، والتقدم والمحافظة الانطلاق بمستوى متميز ونتيجة مشرفة لبلي فيلو القادم من إيرلندا لإسطبل الشاكرين المدرب القدير فيحان المنديل هو المدرب لبلي فيلو.